بهذه المنتجات من حلي ومنسوجات ومأكولات يدوية الصنع، شاركت هؤلاء النسوة ببازار سيدات مبدعات في فندق جوليا دومينا بدمشق. فكرة البازار انطلقت من كوننا نحن في ستات كتير مبدعات في هالبلد، كل واحدة عم تختص وعم تتفرد بين أنواع معينة من التصاميم بمجالات مختلفة، سواء كان بمجال الألبسة، التطريز، مجال الشموع، الأكسسوارات، المنزل، مجالات الأكل الهيلثي، مختلف المجالات. حبينا أن نورجي أن الست السورية قادرة ضمن كل هالظروف أنها تورجي أحسن شيء عندها بتقنية عالية بحرفية وبكواليتي ممتازة. البازار تضمن عددا من المهن والإبداعات لسيدات يملكن مواهب وأفكار كثيرة. الفكرة إنه نحن كنا عايشين برا ورجعنا على الشام، وحبينا نقدم للسوق هون أكل اللي نحن تعودنا عليه وكتير حبينا برا، اللي هو الأكل الأورجانيك الطبيعي، الواحد بيعرف شو مكوناته. فطلعنا بفكرة إنه نعمل زبدات مكسرات، في عنا زبدة فستق، زبدة لوز، زبدة بندق، مثل النوتيلا بس إنه صحية. بعدين طلعنا بكذا خلطة، مثل هي خلطة الشوفان اللي هي اسمها جرانولا، بديل صحي عن الكورن فليكس للفطور. أكيد كل وحدة لازم تشوف شو بتقدر، شو هواياتها، شو بتحب بالحياة، وتعمله وتطوره وضل تحاول حتى لو كان في فشل. فيعني ضل تحاول أكيد بيمشي الحال بعدين، وبتعمل تكون عم تعمل الشيء اللي بتحبه. عم بشتغل أعمل شغلات هاند ميد على الخشب، رسم، تعتيق، تقريبا صار لي شهرين عم بشتغل، وحبيت شارك لحتى نورجي أنه يعني الست برغم كل الظروف تقدر أنه تشتغل وتنجز وتعمل شغلات حلوة وتورجي صورة حلوة. نحن كل فترة منحاول نطلع كوليكشن ترمز لشي معين موجود بقلب سوريا. مرة على الوردة الدمشقية تلاقيها معمولة من الصدف، على صناديق الصدف، على المرايا كلها مزخرفة. مرة على مربع جامع الأمياد اللي تلاقيه النقشة موجودة دايما على حيطان الجامع. عنا كمان الأورنمنت اللي هي ترمز للزخرفة، لأن احنا مشهورين بالزخرفة. خطوة جديدة تؤكد من خلالها النساء السوريات أنهن قادرات على العمل في كل الظروف وصنع منتجات من كل ما يتوفر لديهن.